هتعمل لنا ايه النهارده بيف اخر طبق؟ جولاش. ده عباره عن ايه بقى يا احمد؟ ده ايتم، دوت ايتم استرالي تمام. ده عباره عن لحمه بتلو بياخد سوتيه وبياخد جزر وكوسه وباربيكا وديمجلاس باودر او مثلا ديمجلاس بيون عادي تمام. دلوقتي احنا هنعمل بيف جلاش، ادي الطاسه مجهزينها اهو، ادي الماش بتاعنا. الماش عباره عن ميه وبطاطس، سيبناها لحد ما تغلي خالص، ضربناها بمضرب، هننزلها هنا معانا بحته الزبده، حته جبنه بارميزان تمام كده. هنبدا بالماش. تمام. انت هتحضر طبق بطاطس هننزله مع الفراخ. تمام. وفي رز برضو مصري كده خلاص. هنجيب الزيت بتاعنا. انت عايز السوتيه؟ لا، مبدئيا هنجيب بس اللحمه نشمطها الاول عشان تاخد بس سوا معانا. نعملها صدمة أو شمطة زي ما احنا بنسميها عامة. احنا كده هنبتدي في حشوة فطيرة الجلاش دي اللي انت قلت عليها. دلوقتي هنعجن العجينة قدامكم، بس هي مش بالجلاش. معانا كيلو دقيق، 600 جرام مية، 10 خميرة، 15 ملح، 8 سكر. تمام. يعني رقيمة لعجينة العيش شوية. اي عجينة ممكن نستفاد بيها. اي عجينة، عجين فينو مثلا بتبقى ناجحة معاكي، تقدري عجينة تعملي. بيتزا، اي عجينة. اي عجينة تخطر على بالك، اهم حاجة بس ان هي تظبط الطعم بتاع العجينة عشان خاطر ده بيأثر برضو في الايتم بتاعنا. دلوقتي انا حطيت فلفل اسمر عشان خاطر يطلع اي زفارة عامة، سواء من اللحمة او فراخ او سمك. يعني انت عايز تقول ان العجينة دي ممكن نفس الحشوة تتعمل بالفراخ؟ ممكن تتعمل بالفراخ، ممكن تتعمل بالسمك. ده بص حضرتك، هو دايما ناس يعني معتقده ان دوت لما نزل الايتم ده لما نزل يبقى خلاص ما ينفعش اي تغيير فيه. لا طبعا، احنا على حسب مزاجنا، احنا اللي بنعمل الاكل اللي احنا عايزينه. صحيح. تمام. احنا ده البطاطس البيوريه اللي بنعمله، حطينا له زبده وحطينا له جبنه مبشوره بارميزان. تمام كده. وعامة الماش بياخد كريمة، بس وانا بغليه بالمية اديته سن الكريمة عشان خاطر يبقى تقيل معايا، ما يكونش سايب مني. ده مقدمينه مع الفراخ بتاعتنا. تمام. تمام كده. هننزل بقى بالبصل والكرفس بتوعنا والكرات. ادي الكرفس وده الكرفس. طب اقلب لك انا اللحمه وانت تشتغل في العجينه. تمام. طب يلا قول لنا بقى العجينه هنعمل فيها ايه. شكرا. كيلو دقيق معانا اهو. تمام. هنجيب المايه بتاعتنا، الملح، السكر، خميره. عامة لما نعجن اي عجينة لازم نخلي ده لوحده كده نضربه. بننزل واحدة واحدة كده عشان خاطر بس ايه، لو نزلت معاها مرة واحدة مش هتلم او مش هتدي العجينة اللي انا عايزها. صح. في كده وتعمل كده احسن. تمام لك. تمام. ادي اللحمة بتوعنا اهو، تشوحه. هننزل بابريكا. انزل على العجينة بالراحة. واحدة واحدة. يبقى انت حطيت بصل. بصل، كرفس، كرات، بابريكا. بعد كده هنزل بالسوتيه بتاعي، وهنزل بالبيون بتاعي اللي هو البيون دي مجلاس عامة عشان دي النكهة بتاعت اللحمة. عامة انا هعفر بس بدقيق كده بسيط.
كده خلاص العجينه بتاعتنا ده شكلها النهائي بعد لما عجناها. احنا عندنا محضرين نسخه من العجينه مخمرانه طبعا عشان وقت البرنامج هنشتغل بيها. تمام هكمل ده. انت حطيت بقى دقيق. حطيت دقيق. تعيد لي تاني. حطيت دقيق باربيكا كرف بصل كرات. كل ده وتخليته مع بعضه لحد ما اداني اللي انا عايزه. أوكي. هنزل عليه بالجزر. عامه الجزر ده بتاخد سوتيه او بلانشيه. تمام. عشان ما ياخدش معايا وقت بس في السوا. واقوم نازل عليه البيون بتاع ديمي جلاس. طب واللي ما عندوش الديمي جلاس ده؟ عشان ما عندناش في بيوتنا احنا على فكره الديمي جلاس ده. تمام. اي بيون زي برضو ما قلت لحضرتك برضو كرفس كرات جزر يمشي معانا. او عظم بتلو مثلا ممكن نخليه يغلي 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 لحد ما ناخد الميه بتاعته. او ممكن مثلا الميه بتاعته منه فيه. ماشي. ادي الحشوه بتاعتنا الجاهزه. تمام. ودي العجين بتاعنا اهوت. تمام. خلاص خمر. خدت اللي انا عايزه منه. هبدا ان انا افرده واشكله على الحاجه اللي انا اقدم فيها عشان خاطر هفرق طبقه من تحت وطبقه من فوق. اعفرها بس بدقيق كده. طبعا اللحمه معايا اهي. سبك مع بعضيها. تربط نفسها بنفسها. عشان خاطر لو الصوص كان كتير هيعجن معايا في الطبقتين. مش هيديني الشكل اللي انا عايزه. تمام. نكفي دوت. حلو قوي كده الكلام دوت. هنجيب سكينه هنقص العجين. بس هي مش هتقصر معاك عشان كده خليت السمك بتاعها تقيل. عشان خاطر عارف لو مثلا لو قصرت معايا هم انا فاردها ضغط عليها هتفرد برضو معايا الحجم اللي انا عايزه. اللي انت عايزه حاجه بقى. مش هينفع نحط دوت كده. لازم حته زبده بسيطه خالص ندعكها عشان خاطر ما تلزقش مني العجينه برضو من تحت. اوكي. ادي العجينه اهي. افردها. تمام كده. وهتحط الحشوه الاول؟ احط الحشو بس هجهز دي على طول عشان انزل بيها. ماشي. ممكن تعمليها على اي شكل مستطيل دوريه مربع اي حاجه. المهم ان انت ما توقفيش في حاجه بسبب ان تحسي ان انت معجزه في حاجه. صحيح. كل حاجه سهله. ده كده تمام. انا جاي جاهز. هنبدا بقى نتبل. زي ما انا قلت محدش يتبل اي تتبيله من الاول عشان خاطر طول ما هي بتغلي طول ما هي برضو بتقعد تحدق. حتى لو حضرتك حاطه قليل جدا برضو مع المسافات هتلاقيها بتحدق. افضل ان انت تعبي بمصفه عشان خاطر برضو انت عندك الاحسن البرده زي ما انت عايز. يلا تمام. هي دي كده استوت اصلا خلاص. عشان خاطر انا مجهز نفسي الجزر مسويه نص سوا. الكوسه نفس الموضوع. فمش هتاخد معايا وقت خالص في الفرن او على النار. عايزني اعمله لك ازاي؟ بص انا افضل ان شويه ميه بس. مش عايز احط زيت ولا اي حاجه ولا زبده. انت عايز تسخنه بس كده؟ تسخين بس بسيط. طيب هو في ميه اصلا. الخضار ده هنقدمه مع الفطيره بتاعتنا. هنقدمه جنبها. طب تمام. احنا كده قفلنا العجينه بتاعتنا خلاص. هندخلها الفرن. مش هدهنها زبده دلوقتي. تمام كده. هنحطها في الفرن. طيب. وده عذرا معلش انا نسيت اقول حاجه. وانتوا بتدخلوها يا ريت بس ايه نخرج فتحات كده بسيطه عشان خاطر السخونه بتاعت الفرن ما تخمرش العجينه اكتر من اللازم. وده شكل الفطيره بعد لما خلصنا بعد لما طلعت من الفرن. دخلناها الاول نص ساعه وبعدين طلعناها ادينا لها وش زبده او صفار بيض زي ما انتوا عايزين تتعاملوا. وده شكلها النهائي.